سو بنلقي على كل انا قدي انت ككوتش كاستاذ رياضه وكمان سبورتس ميديسن قد ايه بيجي لعندك عالم كان كبار او حتى صغار بالعمر بيكونوا بيعانوا من 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 هيك اوجاع؟ هبه هلا الترند بالسبور اكيد تغير عن قبل، يعني صرنا بنعمل سبور مش بس مشان الاستاتيك تبع جسمنا كيف تبين، بنعملها مشان الهيلث. سو اكيد بالنهار بيجي لعنا كثير اشخاص بيسالونا ليه عنا وجع بظهرنا او بكتفنا او بالجوينت تبعولنا. يعني عم تشوف كثير حالات كثير ماكسيم. عادة الوجع اكثر شيء وين بيكون؟ يعني من اي مطرح اكثر شيء بيعانوا؟ اكثر شيء نحن بنواجه مشاكل مع الزبونات او الاشخاص اللي بيسالونا عندهم اوجاع بكعب ظهرهم، والاتلات اللي بيتدربوا كل يوم عندهم كثير مشاكل بكتفهم. سو اكثر شيء عندنا لور باك بين والشولدرز. ليه كعب الظهر بالتحديد؟ لانه في بريشر بيكون اكثر عليه. كعب الظهر بالتحديد لانه هو منطقه شوي كريتيكال حساسه، سو السباين تبعولنا والخرزات الظهر كلها موجودين تحت، وبصير في عندنا كثير مشاكل فيها لانه نحن بخلال النهار كثير بنعمل انحناء لقدام. صح. وبممارسه الرياضه كمان بنشوفهم للاشخاص عم يعملوا باندينج بوزيشن بطريقه غلط، سو اكيد نحن رح يصير في عندنا مشاكل بكعب ظهرنا لانه هي منطقه حساسه. وهون يعني سلسله الظهر بدنا نحكي عنها ما فيها نقويها لانه هي ما فيها لا عصب ولا ما فيها نيرفز، يعني سو ما فيها نقويها، نحن ما نحافظ عليها. أوكي. هون هذا البوينت اللي ما نفهمه، نحن بدنا نحافظ عليها، لو قد ما عملنا رياضه ما رح نقدر نقويها، سو هدفنا نحافظ عليها. أوكي. ونبعد شوي عن الهابتس الغلط من خلال قعداتنا، من خلال كيف منوطي تنمشي على الارض. يعني انت برايك نحن بنجيب الوجع لحالنا؟ يعني هول المطارح دائما بنعاني منها مثل الرقبه مثل الظهر مثل أكيد. المفاصل، يعني نحن من نحن بنجيب الوجع لنا الا اذا لا سمح الله صار عندنا اكسيدون سياره او شيء اكيد مبارك. بس انه نحن كحياه يوميه من وراء تحركاتنا اللي هي غلط. أكيد. طب الحل بيكون برايك، الحل بتعطيه بيكون بسيط؟ يعني مثلا عالم، في عالم ما بتحب تنزل على الجيم، ما بتحب تعمل سبور هي وببيتها، خاصة الكبار بالعمر، يلي يعني عم بحكي انا مثلا من الستين، هلا خلينا ناخذ هيدا العمر من الستين وطلوع، شو بيكون الحال؟ كيف تنصحهم يعملوا؟ هلا هي الرياضة فيها تكون بقلب الجيم او برات الجيم. مزبوط. بس اكيد لازم يكون في رياضة وبكل الظروف، يعني نحن الرياضة هي الشغلة الوحيدة يلي انت شو ما كان بك الحكيم بيقول لك اعمليها، ان كان عندك مرض بالقلب او بالضغط او سكري، حتى بهول الكونديشنز بيقول لك الحكيم اعملي رياضه. سو ما في مهرب من نعمل رياضه. وين؟ اكيد بالجيم بتكون شوي افضل لانه بيكون في سيرتيفايد ترينرز بتابعوك، بتقدري تاخذي استشارات منهم. هلا اكيد تنعمل بالبيت. طيب على كل حال نحن جوزيف يعني هلا بعد شوي مع ادي حناخذ يعني كل ستيب لحالها، الرقبه، الكتاف، الظهر، الركب، كل شيء، كل مطرح بنوجع فيه اكثر شيء هو مزبوط، يعني هو الاوجاع نحن بنعاني منها، شو اسبابها وكيف نحن فينا نصلح الحركات؟ يعني مثلا جوزيف انت اذا مثلا عم توجعك رقبتك كيف تحركها؟ عاده كيف تريحها؟ كيف بريحها؟ انه يعني شو الموفمون اللي بتعمله؟ دغري بيخطر على بالنا ونشوف عالم عم تعمل. اوكي مثلا هذا الموفمون اكيد غلط، هيدا غلط، هلا بنحكي ليه وشو لازم ينعمل. شكرا. مش بس غلط، كنا نعمل مثلا ساعة كارديو عم بقول لا لازم ماكسيموم 45 مينتس. ايه بس هذا يعني ضمن غير كادر، هون صرنا عم نحكي عن هاو تو بيرن فات، كيف نحرق دهون. اكيد كمان لها تايمينج معينه ومع هارت ريتس معينه. يعني انا ماشي عم بخلط شوي بس خلينا بموضوعنا. ايه بتعرف ليه انت مضطر تخلط معه؟ لانه هو يعني انا حسيت انه ماشي على الورقه والقلم اذا بده، يعني كان عم يخبرني انه مثلا الصبح عاده نحن بنكون فايقين، اذا ما نفتش وين صحيح. طيب بالنسبه لوجع الظهر، بالنسبه لوجع الراس كيف؟ وكمان رياضه بس عنده على الورقه والقلم. على كل حال هلا حنكتشف بعد شوي مع ادي كيف. قبل ادي خلينا نروح نشوف هيدا الروبورتاج، روبورتاج صورناه مع عالم كبار بالعمر شوي، هن عم بيعالجوا حالهم بحالهم، يعني اذا كانت رقبتهم عم توجعهم هن بيقرروا انه اذا عملوا هيك او هيك يعني حيرتاحوا، هيدا الشيء طبعا منه صح. خلينا نشوف هيدا الروبورتاج وحنرجع سوا هون على الست انا وادي نتعلم، او بالاحرى هو يعلمنا ويخبرنا كيف هي الحركات المفروض تكون مضبوطه، وهيك خلينا نتخلى عن الحركات المش مضبوطه. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. هلا بهالايام كل جسمنا بيوجعني لانه عقلنا مشغول بياثر على نفسيتنا. اوقات اذا حسينا بوجع ظهر طبعا واحد بينام على ظهره بيعمل حركات هاي الاجرين، نزول وطلوع وايديه شوي وعركب
هدول اكثر شيء، ما في شيء اكثر منه. هو صراحه كان يوجعني ظهري، بس على سبور خف كثير الوجع. احيانا الجمعه ما بنعمل سبور بياثر على الرقبه وعلى شو اسمه، لان كتره العود بياثر كثير. في منهم بيقعدوا بيقول لك ايه تعبيه كذا، اعمل سبور كل يوم مفروض يعمل. كلمه يا حبيبي تفهم علي، او فتش عن غيري بيفهم اذا رح تبقى هي. السباحه اكثر شيء، هي كثير بتساهم بتخفيف علاماتها. بمشي بمشي لاني انا عمري 80 سنه والمشي بينفعني، وكل العالم اذا بتمشي بالعمر اللي نحن فيه يعني بيرتاح. بدك تمشي وتركزي رياضه. ايه بس حب وين الحركات الصدر كمان الرقبه الصدر بحركهم ايدي هيك وهيك وطلعات ونزلات، والرقبه كمان 11 مره على اليمين بالاول بعدين على الشمال هيك هيدي. ايه بعلي ايدي لفوق برجع بنزل هيك ومودلت مودلت بعمل. وقت اللي وجعني بطلب من المدام اللي عم تعمل لي تدليك. ضروري يعني سبور من ضروريات الحياه صارت، ما عاد شيء سنه بس صار شيء اول. يا الله بتضحك انا مسرحيه هذا الكلام شو قلت؟ لا هلا اكيد بالريبورتاج في قصص مزبوطه بس في كثير قصص مش مزبوطه. اوكي مثل سمعنا حدا عم بيقول بصير يبرم رقبته 15 مره يمين و15 شمال، وشفنا في مدام بتنخ وبتنزل. هو اكيد كلهم غلط، هلا بنحكي عنهم بالتفصيل. طيب يا رب يكونوا كلهم عم بيحضرونا ليعرفوا شو الصح وشو الغلط. حنبلش باول اول اول شيء القعده، خلينا نتفق على القعده كيف المفروض تكون القعده المضبوطه. هيدي للكبار والصغار، ما بدنا نحن نحصرها. بس ما حكينا قبل شوي انه نحن السباين تبعولنا او العمود الفقري هيدا موجود عند الصغار وعند الكبار، ولو قد ما عملنا رياضه ما فينا نقويه. سو نحن هدفنا انه نحافظ عليه. اوكي سو انا ما فيني اقول اذا انا عندي ماسلز او بتمرن كل يوم مسموح اطعش ظهري. اوكي لانه هيدا ما انرفي ما في بقلبه نيرف. سو ما بيتحسن. القعده الغلط والقعده الصح. مزبوط. هلا بالنسبه للقعده، هلا شوي الكرسي ما كثير بتساعدنا، بس بالنسبه للقعده اكيد لازم تكون السباين بده يكون نيوترال بوزيشن، يعني بده يكون جالس. اوكي هلا بدنا نقول هون انه نحن بنتعب نضلنا جالسين، فاين فينا نتعب بنلقي يعني اذا ما نكون ببندنج بوزيشن بدها تكون سبورتد. اوكي انا وانس حطيت تقلي على هون خفت ضغط على اللور باك تبعولي، وبالتالي ما عاد في بريشر على ظهري من تحت. سو او بدي يكون جالس او بدي يكون بهيدي البوزيشن. اوكي هي بالنسبه للقعده. اوكي هون بنكون حلينا مشكله وجع الظهر من تحت، اما الرقبه كمان ذات الشيء بدها تكون على طول جالسه. اوكي ممنوع اكون بفورورد بوزيشن هيك، خاصة هلا بنضلنا على طول هيك على السلولار او حيلا شيء، سو على طول بتكون الرقبة هيك، خلي القصص تطلع لعنا، يعني بقدر اشتغل هيك مش ضروري انا نخ لتحت. اوكي، طيب، كرمال خلينا نبلش بالرقبة. اوكي. الرقبة أول شيء كلنا بنعاني من وجع رقبة، عادة دغري نحن يا بنعمل هيك يا بنعمل هيك، هلا حتى سمعنا بالروبورتاج إنه بتلفها كذا مرة بيمشي الحال، هيدي غلط. اكيد هلا شو الصح؟ تنبلش اول شيء شو اسباب وجع الرقبه؟ مثل ما عم نرجع نعيد ذات الشيء، وجع الرقبه هو بيجي من ورا انه نحن عم نتعجل على رقبتنا. اوكي سو ما ننطلق من نقطه معينه انه نحن رقبتنا بدها تكون على طول جالسه. هلا بنرجع بنقول كيف من خلال في شيء بنسميه برين ستريتشنج او برين ستريتش، نحن اوتوماتيك اللي بيصير راسنا يقول لنا لازم نجلس، سو بناخذها از هابت، عم تكون عنا يا هابت على طول بنجلس رقبتنا. هلا بتقولي لي شو فينا نعمل تنقوي الرقبه او نخليها جالسه؟ فينا نبلش بالستريتشنج، موضوع الستريتشنج. الستريتشنج اكيد له طريقته، لازم يكون على طول ماديسن. سو نحن هلا اللي عم نشوفه بالكلاسز تبول الايروبكس او الكومبات او ام اف سي او ما بعرف شو، في كثير اسامي صار، كله تقريبا عم بيكون في شويه اغلاط. يعني نحن ممنوع الستريتشنج للرقبه تكون روتيشن وممنوع يكون فيها فلكشن لقدام ولا اكستنشن لورا. ليه؟ لانه نحن الكولون فيرتبرال او العمود الفقري الاناتومي تبعيته وقت الله خلقنا ما خلقها بطريقه انه تكون او الفونكسيون تبعها تكون للبرم. يعني نحن اذا بنلاحظ غازات الظهر بيكونوا في اثنين راكبين فوق بعض وهن سيرفاس هيك منا كثير راوند لنحن نبرم. طيب
خلينا نعطي الحل لانه يعني ما معنا كثير وقت أوكي. نشرح هلا اكيد انا بعتقد لازم نعمل حلقه ثانيه ونشرح بالتفصيل شو السبب وكيف كيف كيف الحل بطريقه بس هلا خلينا قد ما فينا نفيد العالم أوكي. شو 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 فينا نعمل لنريح الرقبه اوكي بس اقول بعد شغله صغيره لكن نحن ممنوع نطعج رقبتنا لانه في عندنا عظمه اثنين في بيناتهم ديسك نحن وقت نقرب لقدام او لورا هالديسك رح يطلع لورا يعمل بالجينج وبدق بالنار بصير في عندنا اوجاع اوكي فاذا بنوقف هول الحركات بنوقف في كم حركه نحن رح نعطي اكزامبل صغير منهم تنعمل ستريتشنج للرقبه بنحط ايدنا هون كانه عم نحطها بجيبتنا بنرخي ثاني ميل بنحط رقبتنا هيك وبنتركها نعملها جنتل ستريتشنج هيدي الحركه هي فيري هيلثي وبتروق كثير الرقبه او فينا ننام على الارض الحركه الثانيه اللي هي على الارض هيدي مش بس للرقبه هيدي كمان للباك للظهر اوكي فينا نعمل هيبشي كاشن او منشفه بنبرمها اوكي بنحطها ببوينت معين بظهرنا وبننام اوكي اوكي وبنمد جسمنا لورا نحن وقت نمد جسمنا لورا اذا بتلاحظ السباين كله جاليس مظبوط سو نحن هون عم نعمل ستريتشنج لرقبتنا ولكل الظهر وبذات الوقت حطيناها للكاشن على مطرح ما نحن ظهرنا بيكون كورباي اكثر شيء اوكي اوكي في كمان بعد حركه اخيره فينا نعملها للرقبه وقت ننام على طرف التخت وبنحط راسنا شوي لبرا لورا وندلقه شوي يعني بيكون كل جسمنا على التخت بس رقبتنا بتكون ايه بس لبرا. مش تو ماتش نحط بريشر اوكي اوكي هول فيري سيف هلا لانه بعد معنا دقيقه تقريبا باختصار كمان وجع الكتف وجع الكتف مشاكله هو عم نعمل اوفر ستريتشنج للليجامنت الليجامنت مثل ما بنعرف يعني مثلا هيدي الحركه نحن عاده بنعملها هيدي الحركه ممنوعه غلط ممنوعه هاي ليه لانه حتى هاي صح اكيد هلا بحكيهم بسرعه بالنسبه لهيدي ممنوعه لانه في عندنا الليجامنت يلي واصل هيدي العظمه بهيدي العظمه هيدا الليجامنت عنده بروبريتي بلاستيك مش الاستيك يعني ما بينمغط وبيرجع لمحله نحن بنشبهه بكيس النايلون كيس النايلون اذا مغطناه ما بيرجع سو نحن قد ما فينا بدنا نحافظ عليه بطبيعته كيف كيف نحن عندنا اياه سو هيدا الاوفر ستريتشنج لورا بخلي هالليجامنت تتمدد وما ترجع لمحلها سو ما نوقف كل هول الحركات في فينا نعطي هلا اكزامبل على السريع فينا ناخذ حيلا حيط او عمود بنلقي ايدنا بنحط ايدنا عليه وبنبرم نحن هون عم نعمل ستريتش للشولدرز وبذات الوقت الليجامنت ضلوا محله يعني هيدا هو الستريتشنج اذا حدا كتفه عم بيوجعه فيه يتصرف بهالطريقه او فينا نعمل هيدي البوزيشن بنضلنا هيك بنضلنا هيك بس ما بنرجع كثير لورا مشان ما نسبب اوفر ستريتشنج للليجامنتس اوكي طيب عندنا الظهر اوكي علاج الظهر الظهر كثير بنلاقي مشاكل للظهر خاصه باللور باك على طول عندنا شيء بنسميه اللور باك بين هيدا من خلال كثير حركات غلط بنعملها ان كانت بالجيم او بالبيت منهم الحركات اللي بنعمله بالجيم يلي هو بنشوفهم بيعملوا هول الحركات صح او بننزل او حتى هول على فكره ادي كلنا بنعملهم يعني انا يعني مش بس بنشوف يعني حتى نحن فكون عم نركض بدنا نرتاح بنوطي اوكي هول لازم يتوقفوا كليا لانه اول شيء ما بفيدوك بشيء لبل بيزيدوا الوجع الظهر اوكي ليه؟ لانه نحن اذا ما نعمل ستريتشنج ما بنعمل شيء، صحيح هيك عم نعمل ستريتشنج للهامسترينج بس بذات الوقت عم نشتغل عم نحط كثير بريشر على اللور باك تبعيتنا وعم نخلي القصص تتازم معنا اكثر شو الحل؟ الحل على السريع سو اذا انا بدي اعمل ستريتشنج لهيدي العضله ظهري بيكون جالس اجري بعمل لها ستريتشنج هون فوالا عملت ستريتشنج للهامسترينج تبعولي وانا بعدي ببوزيشن نيوترال ما طبيت لقدام بس على السريع بدي اقول شغله بليز ضروري نوقف كل شيء باندينج لانه بيأذي كثير الظهر ومثل ما شفنا بالريبورتاج كمان عم بيحكوا بنشوفهم حتى هون عندكم على الكورنيش بنشوف كبار بالعمر عم بينخوا لتحت بخلصها وبيعمل اخ ظهري سو هذا كمان دليل انه هو ما عم يعمل شيء لبل عم بيأذي حاله على كل حال ادي نحن عن جد ما شبعنا منك يعني بعتقد مفروض يكون حلقه ثانيه لنحكي اكثر تفاصيل بعد ما كفينا بعد عنا عده مطارح بعد عنا المفاصل بعد عنا كذا مطرح لازم نحكي عنهم حنرجع نشوفك اكيد بحلقه ثانيه ان شاء الله تكونوا استفدتوا مشاهدينا هيك قد ما فينا اعطينا تيبس مع ادي جوزيف عندك شكرا ادي بالتوفيق لكل المشاهدين مكملين نحن وياكم على الصباح ضيفتي بعد شوي تانيا عيد رح نحكي عن معرض ان شيب اللي تعودنا نشوفه سنويا بلبنان